برحب بحضراتكم من جديد وفقرة الأخبار دلوقتي. نبدأ مع بعض أول خبر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا. نطلع نشوف التقرير ده وبعد التقرير خليكم معنا. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا، وفي إطار الجهود المكثفة لسرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، عرض السيد وزير العدل موقف إنجاز الدعاوى والقضايا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، موضحاً أنه بالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة حتى عام 2019 فإنه تتبقى 837 دعوة فقط من أصل حوالي 410,000 دعوة، وبالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 فإنه تم إنجاز 88% من إجمالي حوالي 1.5 مليون دعوة. وفيما يتعلق بدعاوى منازعات الأسرة فإنه تتبقى 4 دعاوى فقط من حوالي 170,000 دعوة مقيدة حتى عام 2020، في حين تم إنجاز 98.4% من الدعاوى المقيدة عامي 2021 و2022، والتي وصل عددها إلى حوالي 1,400,000 دعوة. وبالنسبة لدعاوى الجناح فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 حوالي 26 مليون دعوة تم إنجاز 95% منها. وأضاف السيد وزير العدل أنه فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف فإنه يتبقى 2,941 طعناً من الطعون المقيدة حتى عام 2019، فيما تم إنجاز حوالي 90% من 460,000 طعناً مدنياً مقيداً بأعوام 2020 و2021 و2022. وفيما يتعلق بطعون الأسرة فيتبقى 250 طعناً من الطعون المقيدة حتى عام 2020، وتم إنجاز 94% من أكثر من 400,000 طعناً تم قيدهم عامي 2021 و2022. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس توجه بالشكر والتقدير لقضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقد على الأداء المتميز والجهد المقدر الذي ساهم في تحقيق طفرة نوعية في سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات الكبيرة التي كانت سائدة في هذا الصدد، مما يشكل صورة ذهنية جديدة وانطباعا سليما عن منظومة العدالة في مصر، موجها في هذا الصدد بمواصلة الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة التي أقيمت فيها على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية. أكبر موقع سياحي عالمي متخصص في السياحة والسفر اللي هو موقع Travel of Path ده قال أو حط 7 أسباب
لزيارة المسافرين لمصر بأعداد كبيرة السنة دي، وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع وعن التقرير اللي طلع في الموقع ده معانا على التليفون دكتور باسم حلقة نقيب السياحيين. صباح الخير يا دكتور، ودايما منورنا في صباح مين. صباح الخير استاذة مارينا. صباح النور يا فندم. محتاجين نتكلم عن التقرير اللي طلع في الموقع ده واللي اتكلم فيه عن أسباب زيارة المسافرين لمصر السنة دي بأعداد كبير. نستأذنك يا دكتور بس تكون في مكان فيه شبكة لأن الصوت مش واضح. دكتور باسم معايا على الهاتف؟ طيب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال، هنحاول الاتصال مرة تانية. مارينا شايفة يعني الموضوع مبهج جدا لما بنتكلم على حاجة تخص السياحة في مصر، يعني وكمان لما تكون منظمة عالمية بتتكلم ان في تطور وفي تحسن في بعض الامور فيما يخص السياحة وتنشيط السياحة في مصر، شايفة الموضوع ده ازاي؟ انت واخد بالك من حاجة مايكل، ان احنا تقريبا كل اسبوع بنطلع نتكلم عن موقع مختلف بيتكلم فيه عن مصر وان هي فيها أماكن سياحية كتير وإن الناس بتزورها بأعداد كبيرة في الفترة دي، فواضح كداً إن السنة دي في سياح كتير جم مصر وفي طفرة كبيرة جداً في القطاع السياحي في مصر. إحنا معانا دلوقتي دكتور باسم. أهلاً وسهلاً. صباح أهلاً كيف. بحضرتك يا دكتور، صباح النور. كنا بنتكلم عن الموقع، فبقول لحضرتك إنه هذا الموقع من أكبر المواقع المتخصصة في السفر في أمريكا الشمالية. بيزور الموقع ده من 2 ل 3 مليون سايح يعني في الشهر، فده طبعا بيؤثر على عملية التحفيز للسفر والنصايح اللي بتتم يعني. دكتور صباح خير يا دكتور. أهلا أستاذ مايكل، صباح الخير. دايما منورنا يا فندم. الله يخليك. احنا كان عندنا يعني رقم عملناه في 2010 تقريبا كان 14 مليون سائح. ايه المستهدف بالنسبه لنا يا دكتور في 2023 كاستقبال عدد جديد او رقم جديد للسياح الاجانب اللي بيجي يزوروا مصر؟ طبعا في كافه القطاعات المختلفه من السياحه العلاجيه والسياحه الشطيه ومختلف المجالات. يعني أنا بطمن حضرتك والسادة المشاهدين إنه يعني مصر ماشية في القطاع السياحي بخطوات يعني متسارعة وخطوات مهمة جدا. المعدلات اللي إحنا ماشيين بيها حتى الآن بتبشر بالخير إن إحنا هنتخطى الـ 14 مليون سايح أو الـ 14 مليار دولار اللي كان في 2010، وده بالمناسبة كان أعلى معدل حققته السياحة المصرية منذ سنوات يعني. المؤشرات كلها بتقول إن إحنا هنتخطى الـ 15 مليون سايح بنهاية العام، ويمكن الحمد لله لغاية دلوقتي إحنا يمكن تخطينا 7 مليون سايح لغاية دلوقتي، فأعتقد إنه الظروف الجديدة اللي قامت بها الدولة المصرية أعتقد ساعدت على تقدم أو ارتفاع عدد السواح يعني. صحيح. دكتور عاوزين نتكلم عن أهم خطوط الطيران الجديدة اللي تم إضافتها وانعكاس وجودها على الحركة السياحية في مصر دلوقتي. احنا الحقيقة عندنا طبعا خط كايرو نيويورك، ده من الخطوط المهمة جدا. عندنا خطوط بتربط الهند، بتربط الصين، خطوط مع اليابان. بنحاول نعمل شبكة من خلال خطوط الطيران الوطنية بمصر. إلى جانب ده طبعا حضرتك عارفة المطارات الجديدة، وأهمهم طبعا مطار سفنكس الدولي اللي بدأ يستقبل بالفعل رحلات الشارتر، وبدأ التشغيل في الرحلات الداخلية اللي بتربط المدن السياحية المصرية بعضها ببعض. فكل ده طبعا مهم جدا بالنسبة لنا في حركة الطيران اللي بتساعد على نقل السياحة من نقطة إلى أخرى يعني. صحيح. دكتور من وجهة نظرك حضرتك شايف إيه الإجراءات اللي عملتها الدولة المصرية في تشجيع وتطوير هذا القطاع الكبير؟ وأنا شايف إن ده اتعمل في وقت قياسي، يعني عايز أقول مثلا على رأس هذه التقدمات العظيمة التحول الرقمي مثلا يعني. طبعا مهم جدا يعني. احنا دلوقتي المنظومة نفسها في وزارة السياحة
وفي الغرف السياحية يعني وبين المنشآت الفندقية وغيرها، في حركة ربط إلكتروني من خلال الإنترنت، وده بيسهل الحقيقة عملية التواصل وتنظيم الحركة السياحية. بنضيف على ده طبعا احنا عندنا دلوقتي كروت الائتمان بقت منتشرة في مصر في الدفع في كل مكان في مصر، وده الحقيقة بيسهل كتير على السواح ان هم يتحركوا بالكريدت كارد بتاعهم. صحيح. طبعا احنا عندنا يعني يعني حاجات كتيرة خاصة بعملية التنشيط وبتساعد على الحركة السياحية. اولا مصر تعتبر في وسط العالم من ابعد نقطة ممكن خلال من 4 إلى 5 ساعات يقدر يوصل الى اي نقطة في مصر. الاسعار كمان يا استاذ مايكل في مصر مقارنه بالاسعار في الدول الغربيه او حتى في منطقه الشرق الاوسط، مصر هي الارخص، وده الحقيقه بيساعد على ان هم يفضلوا الديستنيشن المصري. صحيح. اهم قرار خدته الدوله المصريه الفيزا الجديده اللي بتدي يعني مده 5 سنين يقدر يجي مصر ويسافر يعني اكتر من مره، فده بيساعد طبعا على يعني زياده عدد السواح اللي يجوا لمصر. دكتور باسم حلقه نقيب السياحيين كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين دلوقتي نطلع فاصل، وبعد الفاصل خليكم معنا. مرحبا بحضراتكم من جديد، وناخد مع بعض الخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده بيخص درجات الحرارة. واحنا شايفين في الوقت اللي احنا فيه ده درجة الحرارة صعبة جدا، بتوصل لأرقام كبيرة طبعا، والجو بصراحة يعني لا يطاق. عشان كده منظمة الصحة العالمية بتحذر ان لازم الواحد بيحافظ على انه يكون بعيد عن درجات الحرارة، لان في بعض المخاوف بتقول ان اللي بيتعرض في وقت معين لأشعة الشمس ممكن يصاب بمرض سرطان الجلد. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده بيسعدنا وشرفنا يكون موجود معانا عبر الهاتف دكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا مايكل، أهلا بيك. دايما منورنا يا دكتور. ده نور حضرتك، تنورني. دكتور دلوقتي احنا في أوقات بنقول للناس لازم نتعرض لأشعة الشمس عشان خاطر فيتامين د، وفي أوقات نقول لا دي الشمس فيها أشعة فوق بنفسجية أو تحت حمراء، يعني امتى تكون مفيده وامتى ممكن تكون مضره قد تصل لمرض سرطان الجلد؟ بص يا باشا، الاشعه الشمس فوق البنفسجيه اللي بتنزل علينا من الشمس ثلاث انواع: اشعه طويله الموجه، واشعه قصيره الموجه، واشعه متوسطه الموجه. الاشعه طويله الموجه دي مفيده جدا للجلد وغير ضاره، بتدينا فيتامين د، ودي بتكون الساعتين اللي بعد شروق الصبح وقول 3 ساعات بعد الشروق الصبح والثلاث ساعات اللي قبل غروب. اما فتره الظهيره دي اشعه فوق بنفسجيه قصيره الموجه شديده الخطوره على الجلد، وده اللي بيخلينا نقول للناس ابعدوا عن التعرض للشمس في الفتره القاتله دي اللي هي بتاعت الظهر، لانها لها اثار جانبيه كتير. يعني زي ما تفضلت حضرتك وقلت يعني سرطان الجلد، بس ده ايه لو الواحد بيتعرض لها كل يوم سنوات، انما التعرض المباشر ليها يصيب طبعا الجلد بالتهابات قد تصل لحروق خصوصا في اليومين دول. فاذا احنا فتره الظهر دي اللي بناخد بالنا منها، انما عايزين نستمتع بالشمس الجميل عندنا من الساعه 5 لغايه الغروب، سواء بقى في هنا اللي بيصيف في البلد في النادي في اي حته. دكتور هاني برحب بحضرتك مره ثانيه، صباح الخير. صباح النور، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. طب يا دكتور، حضرتك قلت ان ساعات الظهر دي صعب ان الانسان او يحاول ان هو ما يوقفش كتير في الشمس، طب انا لو مضطره ان انا انزل في الوقت ده ازاي اقدر ان انا احمي نفسي من ضربات الشمس؟ مش بس كده، انا جايز طبيعه عملي طاقتي انا ببقى موجود الظهر. صح. الحل ايه؟ بلبس برنيطه على راسي، الكاب ده، الطاقيه الخفيفه دي اللي هي الحاجات الرياضيه. السيدات مثلا في اللي عارفه حضرتك عارفه اكتر مني طبعا، البرانيط الكبيره العريضه دي الخوص او القطن دي، ما تعرفيش قد ايه بتحمي جدا الراس والجبهه، حتى بتحميني جدا من ضربه الشمس.
ودي وسيله بسيطه وسهله ما بتكلفش كتير يعني. بلاش انا دلوقتي ماشي في الشارع ومضطر استنى اتوبيس مواصلات غيره رايح اجيب حاجه، شمسيه يد لطيفه. صحيح. انت عارفه شمسيه الايد الخفيفه دي. وبعدين بيني وبينكم يعني احنا عندنا كده معتقدات غريبه، يقول لك الشمسيه دي بتاعت المطر في الشتاء. طب ما هي لو كانت بتاعت المطر كانوا سموها مطريه. هي اسمها شمسيه. اذا هي بتاعت الشمس يعني اتعملت عشان كده. فيعني وبعدين يعني ما فيهاش حاجه تكسب ساعتنا تقول ايه؟ امسك شمسيه في ايدي. اه طب دي سياكه. صحيح. بس هتسميني جدا يعني ما تعرفوش قد ايه الشمسيه دي. انت عارفه اوروبا دلوقتي؟ كلهم تلاقيهم ماسكين الشماسي وماشيين. صحيح. وشمسيه بيضاء، فدي وسيله لها. يبقى انا عندي طريقتين للحمايه. صحيح. واحد البرنيت على راسي. او اثنين امسك شمسيه في ايدي. يعني المقتدر يستخدم كلمات الواقيه. صحيح. على وشه او على ايده الاجزاء المعرضه. فدي سهل قوي ان انا احمي نفسي من الشمس. صحيح. دكتور حضرتك كنت دايما بتقول ان الشخص لازم في الوقت ده بيستحم بميه بارده مش ميه سخنه. ولكن يا دكتور عايز اسال حضرتك سؤال، هو انا ينفع اكون جاي من مشوار صعب جدا ودرجه حراره الجسم عاليه وفي الوقت ده اتعرض لميه بارده؟ يعني حضرتك انا حاسس ان الموضوع هيبقى صعب. بالعكس. طب انا هسالك سؤال. الناس اللي بتصيف دلوقتي وبيقعدوا تلاقيهم على الشاطئ يجروا يلعبوا راكت وانتش بتشوفهم يلعبوا. لا قبل ما بينزل البحر يروح مسخن البحر شويه قبل ما ينزل بيعدله كده يبقى نص نص. ولا بيروح ناطط مره واحده في الميه. بالعكس انا جاي من بره عرقان وسخن، لو دخلت استحميت بميه دافيه. ميه سخنه. هتعمل ايه الميه السخنه؟ هتخلي الاوعيه الدمويه توسع تتمدد فكميه الدم تتدفق في جلدي اكتر. او اسخن جسمي اكتر. واحنا في الشتاء مش لما بنستحمى ميه سخنه او ضغط دم كفايه جلدنا تحمر كده بندفى؟ صح. عشان الدم بيتدفق. فانا اقوم اسخن نفسي. بالعكس الناس في اليومين دول ارجوكم الميه البارده من الحنفيه، وعلى فكره يعني هو الجو ده بيخلي الميه نازله مش سخنه قوي يعني مش هي بتبقى دافيه شويه يعني. صحيح. فبالعكس لا نستحمى بميه بارده. ودايما اقول للناس صابون الجليسرين طبعا في الجو ده كويس قوي عشان البشره حساسه، وبلاش الليفه في الحمام. عشان ناس كتير قوي عندنا في مصر مش عارف تستحمى بالليفه. الليفه دي احنا اكتشفنا علميا لانها نبات اللوف كثير جدا من الميكروبات سواء بكتيريا او فطريات بتنمو وتتغذى عليه حتى لو كانت الليفه بتاعتي لوحدي. صحيح. بس ده اسلوب حياه يا دكتور يعني معروفه دي في كل بيت يعني. نغيره. حتى لو لا. استخدام الفرش مكانها مثلا؟ لا بصي انا بتكلم على الليفه الطبيعيه. انما ما في ليف كده صناعي ما عنديش مشكله. يعني الصناعي امان. اه لكن الليفه الطبيعيه كلها بكتيريا او ميكروب. لانها بتتغذى على الليف. الليف نباتي فهي بتتغذى عليه. هقول لكم حاجه، احنا ممكن نعمل تجربه بسيطه. هاتوا حضرتك ليفه عاديه بتاعتك وسيبها مبلوله في الحمام اسبوع و10 ايام. هتبص تلاقي لونها اسود. صح؟ صح. اللون الاسود ده نوع من انواع الصياد. فانا باخده احطه على جدي. فاللي انا بتكلم عليه ده كلام علمي. يعني دي دراسات اتعملت وابحاث منشوره. فانما وبعدين الناس تقول لي طب ما هو اصل الليفه دي بتشيل بقى الجلد الميت. ابدا، هي الصابونه ده ما بغسل بيه جسمي. ده مصيب عضوي. فبيشيل بقى الحاجات الميته وينظف الاوساخ والحاجات دي كلها وبيخليني زي فل نظيف ويحفظ جسمي من الاصابه بالميكروبات او بشكل اللي في الجلد. طب يا دكتور محتاجين روشتة نصايح من حضرتك للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عشان يقدروا إن هم يتخطوا الموجة الصعبة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. مش بس كده، والناس العاديين أهم حاجة في الجو ده يا جماعة لما نخرج بالنهار نلبس ملابس قطنية. ملبس أي ملابس فيها خيوط صناعية. رقم اتنين تكون الألوان فاتحة. ما ينفعش في الجو الصبح اخرج لابس اسود او بني لان الخيوط الصناعيه بتحتفظ بحراره الجسم. الالوان الداكنه برضو بتحتفظ حراره الجسم وتسخن الجسم اكتر. القطن الابيض بيعكس حراره فده بيخفف عليا. يبقى رقم واحد الملابس دايما قطن
الوان فاتحه. بفكر الناس في الجو ده من الاكثار من شرب الميه. طبعا بنفقد ميه كتير. صحيح. ممكن يجي لنا جفاف. فلازم 3 لتر ميه متوزعين على مدار 24 ساعه. مش هروح ماسك الازازه شايفها كلها مره واحده. لا، كل شويه كده معايا في المكتب في البيت وانا في اي حته جنب الميه بتاعتي اشرب كل شويه قبل ما انام بالليل. وفي ناس هتشتكي تقول لي ما انا اصلا بشرب ميه كتير، ما اخش حمام كتير، ده كويس؟ صحيح. لان معناه ان انا بتخلص من الاملاح والسموم في جسمي. صحيح. فشرب الميه كتير. نكثر من اكل السلطه الخضراء في الجو ده. السلطه الخضراء طبعا فيها ميه، فيتامينات، معادن احتمالية محتاجين لها. وفي نفس الوقت نقلل من الاكل الكتير والحلويات. لان الاكل بقى المحمر والمشمر والسكريات والحلويات الصناعيه دي بتسخن الجسم وبتدي طاقه. تنفع في الشتاء. انما هنا انا في الجو ده اكل حاجات خفيفه، اكثر من الفاكهه طبيعيه طازجه، خصوصا ايه؟ الكنتالوب، الشهد، اللي هي انواع البطيخ، الحاجات دي بتروي جدا وبتدي يعني احساس بال يعني الحلو اللي احنا عايزين ناكله، وفي نفس الوقت ما بترفعش حراره الجسم. صحيح. ومش هنصيكم طبعا على ان عدد ساعات النوم ليلا يعني ما يقلش عن 7 ساعات، والتهويه الجيده في البيت. شباك مفتوح عشان البيت يتهوى، مش بس اشغل مروحه وتكييف، لا ده انا عايز تهويه. صحيح. يعني انا مش من انصار ابدا ان انا انام جنب التكييف. صحيح. وبالمناسبه ما ينفعش ابقى داخل من بره جاي عرقان وهدومي مبلوله وقاعد قدام المروحه. صح. بتيجي نزلات برد او جهاز تكييف مباشره لازم ابقى بعيد عنه. احسن الناس كده بتغلط لي كتير، وتلاقي ناس كتير بتشتكي يقول لك انا بقى لي يومين عندي ناس ومناخيري ده بالقعاد باللبس مبلول قدام المراه وجهاز التكييف. صحيح. دكتور، في الوقت ده درجه الحراره بتكون عاليه، وطبيعي ان الاطفال الصغيرين بيجي لهم حمونيل، طبعا بيبقى الموضوع صعب جدا. وطبعا انا بسمع حاجات غريبه جدا من طرق العلاج كده، يعني بعض الناس اللي بتجتهد حط كذا واعمل كذا، طبعا الموضوع بيكون صعب كمان عشان اطفال صغيرين. تعليق حضرتك. لا بص حضرتك، طبعا الحمونيل منتشر قوي من دول فعلا. ليه بقى منتشر من دول؟ طبعا الحراره عاليه والرطوبه عاليه. فلما بيجي احنا العرق اللي في الغرفه العرقيه يتبخر وبيلاقي الرطوبه عاليه ما بيتبخرش، فبيتجمع في الغدد العرقيه تنتفخ تمتلئ بالاملاح، فبيحصل لها الالتهابات اللي بتعمل حمونيل ده، وخصوصا عند الاطفال لانهم بيعرقوا اكتر مننا. صحيح. الحل ايه حضرتك؟ طبعا قلنا لبس القط. بنجيب محلول كلامينا تتركب في الصيدليات كده، باروكو وبدهن بيه الجسم كله مرتين في اليوم. ده العلاج مع طبعا الاستحمام بالميه بدا ضروري يعني. والاطفال الصغيرين بقول للامهات ممكن تحط تحديد وانام بالليل بشكير، عشان تشكيل القطن ده اللي احنا بنستخدمه في التنشيف بيمتص الميه بينشف العرق. فكل دي تهويه جيده، البشكير، غسول كلامينه، ما فيش مشاكل ان شاء الله. صحيح. احنا بنشكرك جدا يا دكتور على المعلومات القيمه دي. بنشكر الدكتور هاني الناظر، استاذ الامراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث الاسبق. مشاهدينا، معنا خبر بيقول نظمت الاداره العامه للحمايه المدنيه دوره تدريبيه في مجال مكافحه حرائق المباني، وشارك فيها عدد من المتدربين من الدول أعضاء المنظمة الدولية للحماية المدنية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم خبراتها في مختلف مجالات العمل الشرطي للدول الشقيقة. هنروح نتابع التقرير ده ونرجع لحضراتكم تاني، خليكم معنا. في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم خبراتها في مختلف مجالات العمل الشرطي للدول الشقيقة، فقد نظمت الإدارة العامة للحماية المدنية دورة تدريبية في مجال مكافحة حرائق المباني، شارك فيها عدد من المتدربين من الدول أعضاء المنظمة الدولية للحماية المدنية. We are going to exchange our knowledge, get a new practice. The ICDO is give up our opportunity to exchange the knowledge. The training is organized in high level. And I believe that the knowledge from this course we will use in our country.
استمرت فعاليات الدورة على مدار 12 يوماً بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية، وتضمنت تدريب الكوادر الأمنية المشاركة فيها على أحدث الأساليب المتبعة لمكافحة حرائق المباني، والتي تتوافق مع المعايير العالمية مع ضمان السلامة الشخصية للكوادر الأمنية عند التعامل مع الحرائق. طبعا تجربة جيدة جدا، واستفدنا الكثير من هذه التجربة، وكانت مفيدة لنا لكي نمارس عملية الإطفاء في بلدنا. For the first time I saw the extinguishing fire in the basement is a new equipment. This new equipment, our instructors, our trainers give us a lot of information, a new information about the extinguishing fire. It was a good impression for me. I want to say a very big thanks for everyone, our instructions, our organizations, and general administration civil protection. وقد أشاد المشاركون في الدورة التدريبية بالخبرات الأمنية المصرية المتطورة في مجال مكافحة حرائق المباني، وبما تملكه من أدوات ومعدات حديثة في هذا المجال، وبالإمكانات التدريبية المصرية. الدورة كانت كتير كتير ممتازة، لناحية العملية لناحية النظرية. من حي وزارة الداخلية على المبادرة اللي عملتها، وقلنا الشرف المشاركة فيها. من الناحية العملية عملنا شيء كتير حلو، عملنا مناورة حية على حريق قائم بمبنى، هذا شيء كتير منيح وكتير استفدنا منه. نحن زدنا خبرتنا خبرة، وكتير استفدنا من الضباط المصريين والضباط المشاركين من الدول الباقية. I think many experience for this training, because the exercise I need many things important for firemen. I transmit the information for my for the firemen of Senegal. وعلى هامش فعاليات الدورة التدريبية، تم تنظيم زيارة للمشاركين فيها إلى إدارة الحماية المدنية بالقاهرة لمشاهدة إمكاناتها وتجهيزاتها. وتأتي هذه الدورة في ضوء تعزيز أوجه التعاون الأمني الدولي بين وزارة الداخلية المصرية والأجهزة الأمنية بمختلف الدول، وتقديم الدعم الفني والتدريبي لهذه الدول. رجعنا لحضراتكم مرة تانية. والاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف هيقوم النهاردة بعمل قرعة موسم 2023-2024 للمرحلة التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكاس الكونفدرالية. والتفاصيل أكتر عن هذا الخبر معنا على التليفون كابتن طارق رضوان، الإعلامي والمحلل الرياضي. صباح الخير يا كابتن، ودايما منورنا في صباح مين. أهلا يا فندم. صباح الخير يا كابتن، منورنا مشاهدينك. صباح الخير، أهلا بحضرتك، منورنا دايما. الله يخليك. مش محتاج طبعا نفكر حضرتك طبعا، يعني طبعا انا فاكر حضرتك، احنا زي بعض على فكره. انا مش عايز اقول اكتر من كده، بس انا زملكاوي انا كمان، بس طبعا في شغلنا حرك بنحترم المشاهد والمستمع طبعاً. ويعني ما فيش اي مشكله من الانتماء، المشكله دايما في ان انت يبقى كلامك منطقي وكلامك فين. صح يا كابتن. صح صحيح يا كابتن. كابتن، عاوزين في البدايه نعرف توقيت اجراء القرعه النهارده. النهارده الساعه 2 الظهر ان شاء الله، والاتحاد الافريقي يعني فاجئنا بالموعد ده، لانه كان في كلام ان هي تبقى 9 اغسطس، وبعدين من حوالي 3 ايام قال لها القرعه هتبقى يوم الثلاث، ومستعجلين عليها جدا يعني هو الحقيقه يعني. فهتبقى الساعه 2 النهارده ظهرا ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن، عايزين نعرف الفرق المصريه اللي هتمثل في دوري الابطال. احنا عندنا نحاولك اهم الفرق اللي في المسابقتين بالمناسبه. دوري الابطال احنا عندنا من مصر النادي الاهلي بطل المسابقه طبعا، وعندنا نادي بيراميدز الفريق الوصيف، عندنا من ليبيا فريق اهلي طرابلس بطل الدوري الليبي، عندنا من تونس النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي، عندنا من الجزائر شبيبة بلوزداد والنادي القسنطيني، عندنا من المغرب نادي الجيش الملكي المغربي وايضا نادي الوداد،
وبالإضافة بقى لبعض الفرق الأخرى في أفريقيا وفي الجنوب، وأهمها صن داونز الجنوب أفريقي. صحيح. طب وبالنسبة للفرق اللي هتمثل مصر في كأس الكونفدرالية؟ الكونفدرالية عندنا الزمالك ثالث الدوري السنة دي، فيوتشر رابع الدوري، وطبعا احنا عندنا مسابقة الكأس ما يعني لم تكتمل يعني، أو حتى لو اكتملت فكان البطل فيها والأهلي من حقه المشاركة في دوري الأبطال، فبالتالي يعني الرابع بيشارك اللي هو فيوتشر. عندنا حضرتك أيضا من الدول الأخرى، من تونس عندنا النادي الأفريقي، وده نادي الأندية القوية واللي شعبية كبيرة جدا وتاريخ كبير. عندنا من المغرب نادي الفتح الرباطي، وأيضا من الفرق القوية والعريقة، والتوج بكأس الكونفدرالية وتوج بالدوري المغربي في أكثر من مناسبة. عندنا موردية الجزائر من الجزائر، يعني برضو هتكون في فرق قوية خاصة فرق شمال أفريقيا. نتكلم بقى كابتن عن الزمالك بقى، ونتكلم عن البطولة العربية هتبدأ امتى والجدول هيكون ازاي؟ البطولة العربية ان شاء الله هتبدأ يوم الخميس القادم، والبطولة العربية اقوى نسخة في تاريخها، ومش هبقى مبالغ لو قلت لك ان البطولة العربية اقوى من دوري الابطال الافريقي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان كل فرق شمال افريقيا اللي بتتنافس في دوري الابطال موجود باستثناء الاهلي، يعني عندنا الزمالك وعندنا اهلي طرابلس وعندنا الترجي وعندنا الصفاقسي وعندنا المنستير وعندنا الرجاء وعندنا الوداد وعندنا شباب بلوزداد اللي هو بطل الدوري في الجزائر اربع مرات. هتقولي طب فرق الجنوب ما بتبقى جامدة صن داونز مثلا، هقول لك في المقابل في فرق السعودية مثلا، يعني انت اذا كان عندك في دوري الابطال صن داونز فهتلاقي في السعودية في ثلاث فرق في منتهى القوة او اربع فرق في منتهى القوة، يعني انت عندك نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي. صحيح. عندك والسعودية فيها طفرة في الكرة غير عادية. عندك نادي الهلال صاحب الشعبية الكبيرة والخبرات والبطولات التاريخ الكبير، عندك نادي النصر تاني الدوري، عندك نادي الشباب، وفي كمان نادي السد من قطر من الفرق القوية جدا، نادي الوحدة الإماراتي. فالبطولة السنة دي هي النسخة الأقوى في تاريخها، بس أنا شخصيا برجح الفرق السعودية لأنه البطولة هتقام في الطائف وفي أبها مدينتين سعوديتين طبعا، وهيبقى طبعا في تواجد كبير من الجماهير السعودية، وكمان البطولة هتبقى يعني فيها مستوى فني كبير جدا. طب يا كابتن احنا محتاجين نتكلم عن استعداد الزمالك للبطولة دي. اولا الزمالك هيبدأ الزمالك بيلعب في المجموعة الثالثة مع اتحاد المنستير التونسي والنصر السعودي والشباب، مجموعة برضو في منتهى القوة خاصة النصر والشباب تاني ورابع الدوري السعودي، وعملوا صفقات قوية جدا، والمنستير من الفرق القوية جدا في دوري تونس، سلفات كان التاني، السنة دي كان بينافس على المركز التاني المشاركة في دوري الأبطال، بقيت آخر لحظة عمل صفقات كثيرة جدا وجدد فريقه. يعني نيجي النادي الزمالك، الزمالك يعني مستر قشوري المدير الفني اعتمد على انه الزمالك الموسم امتد يعني، وانه فضل يلعب ممكن لغاية 8 ولا 9 ايام مباريات مستمرة، فبالتالي هو مش محتاج انه يعمل مرحلة اعداد فادى للفريق 5 ايام راحة، وبعدين اكتفى بانه يعمل اعداد طبعا عشان الظروف المالية داخل مصر، وبدأ يوم السبت عد التدريبات واستأنف الاحد، سافروا بعد كده للسعودية لقوا استقبال ممتاز طبعا لما وصلوا. ومن حظ الزمالك انه في جاليه طبعا مصريه كبيره جدا، يعني حوالي 3 مليون مصري او 4 مليون مصري، لكن القصه لازم يكون معاها لعيبه، ولازم احدث الصفوف بتاعتي، ولازم اعرف نقاط الضعف. مشكله الزمالك انه ربما هو الفريق الوحيد من كل فرق البطوله اللي ما عملش اي تجديد على صفوفه باستثناء عوده اللاعبين المعارين، يعني اللاعبين اللي كانوا معارين لفرق اخرى رجعوا مره ثانيه، لكن الزمالك ما عملش صفقات او انتدابات زي الفرق التانية، فالامر ده عامل قلق شوية، لكن الامل يعني هنقول يعني برضو نتكلم بمنطقية فوز الزمالك بالبطولة في وجود الهلال والاتحاد والنصر السعودي والشباب امر صعب. صحيح. او حتى وصوله للدور النهائي او نصف النهائي، يعني انا اتمنى ان الزمالك يجتاز الدور الثمانية دوري المجموعات، ومعه طبعا النصر ومعه الشباب ومعه المنستير،
الناس كلها مرشحه مصر للصداره، يبقى الزمالك عليه ان هو يفوز على الشباب السعودي والمستير عشان يحتل المركز الثاني، وده برضه يعني هيحتاج الكثير من المجهود. صحيح. لكن الزمالك اذا اراد العوده مره اخرى بقوه عليه انه يدعم صفوفه، خاصه خط الوسط اللي فيه مشاكل كثيره جدا وفيه نقص واضح جدا. طيب كابتن، عايز اعرف راي حضرتك، وانا عارف ان حضرتك كابتن محايد تماما يعني. تعليق حضرتك على الماتش الأخير بتاع الأهلي، وهل هيكون في عقوبات من الاتحاد؟ أولا مباراة الأهلي وبيراميدز كانت تحصيل حاصل، وأنا مش عارف خالد ليه أجواء يعني أجواء عنيفة ليه ومتوترة يعني. لكن المباراة كانت مباراة جيدة من جانب بيراميدز، فاز 3-0 وكان يستحق الفوز. لكن الحقيقة رد الفعل بعد المباراة والأحداث اللي شفناها كانت غريبة جدا. صحيح. يعني الأمر خلاص انتهى، دوري خلص ومش فارقة يعني نتيجة المباراة يعني عادية. ولكن حسين الشحات كان طبعا يعني في ثورة انفعالية جامدة جدا. خرج على منصة طبعا لما اعتدى على اللاعب المغربي حسين الشايبي بشكل مش لطيف، وجاله بعض الألفاظ. قيل ان حسين الشايبي يعني استفز اللاعبين اثناء المباراه، بس بتوع بيراميدز ومنهم كابتن هاني سعيد مدير الكره قال ان الشايبي خرج في الدقيقه 71 وحسين الشحات نزل في الدقيقه 73. الشايبي بيلعب في جهه وحسين الشحات بيلعب في الجهه الثانيه، يعني صحيح. بيلعب في جهه من الملعب في اقصى مثلا الشمال، وده بيلعب في اقصى اليمين. فيعني الفتره اللي لعبوا فيها مع بعض لا تزيد عن دقيقه ونص، وده في حته وده في حته بعيده خالص يعني. فمنين كان الاستفزاز ده؟ ده كلام الكابتن هاني سامي. لكن انا بشوف انه في الفتره الاخيره احداث العنف والتوتر زادت جدا والخروج عن النص. صحيح. لازم اتحاد الكره يكون ليه ردود فعل واسعه واقوى، لازم اللجان بتاعته تكون اقوى، لازم يبقى فيه وقفات حازمه، لانه حصل حاجات كتير في الفتره الاخيره واتحاد الكره لم يكن له فيها اي رد فعل على الاطلاق. خصوصا يا كابتن احنا بنتكلم عن الرياضه بشكل عام اللي بيمثل مصر، مش بنتكلم على فريق بحد يعني، مش فريق بعينه. صحيح. فانت النهارده لما يعني الاتحاد السعودي على فكره مثلا، ايه احد اسباب نجاحه؟ حازم وحد وناجح جدا لابعد درجه في اي شيء وفي اي موقف. الجامعه المغربيه والاتحاد المغربي بتعمل نفس الامر، ما بيستنوش عشان ياخدوا عقوبات ويشوفوا رد الفعل والإعلام هيقول ايه وده هيعمل ايه، يروحوا على طول بالليل واخدين القرار، وقرار حازم وحاسم. لكن احنا عندنا لا، الامور في الفتره الاخيره لا، فيها يعني نوع من الطبطبه، فيها نوع من الدلع. كمان اللي بيزعلني جدا تقارير مراقبي المباريات وحكامهم، بيبقى في احداث كل الناس شايفاها ويطلع المراقب او الحكم يقول لك انا ما شفتش حاجه، ويقول لك ولم يتضمن تقرير الحكم اي شيء عن الواقعه، والماتش كان متذاع مثلا وكل الملايين شافته، ومثلا لم يدين التقرير مش عارف لاعب فلان ايه او نادي ايه بصرف النظر بقى. وده كلام غريب جدا مش موجود. فعلينا ان اتحاد الكره يبقى يعني اللجان بتاعته تكون قويه، علينا ان احنا نطبق القانون، علينا ان احنا نكون اي خروج على النص يكون في رد الفعل. انسى تماما ده بيلعب فين وده فانيلته ايه، ما خافش من حد، اللي غلط يعاقب. اهلي، زمالك، اسماعيلي، مصري، بيراميدز، اشوف العقوبه المناسبه ايه واطبقها، لانه موضوعات الخروج على النص كثرت قوي في الفتره الاخيره. والدوري المصري احد اسباب نجاحه ان يكون فيه قرارات حازمه وقويه. لازم تشاهدني وتشعر غيري ان انت قوي وان انت قراراتك نابع منك كاتحاد. لكن لما بحس ان انت ضعيف لا، اكيد يعني طبعا ممكن جدا ان انا انصرف عن متابعه المسابقه. صحيح. ويعني المصداقيه بتاعت المسابقه تبتدي تقل. عموما حسين الشحات اعتذر للاعب زي ما انا عرفت، بس اللاعب قرر تصعيد الامر اللي هو سعيد شيبي او حسين الشيبي قانونيا يعني، وقال لا انا يعني مش سعيد باللي حصل، وهو لاعب اعتذر لي كل حاجه، بس انا يعني متمسك بحق القانوني. بيراميدز سأيده في طلبه وقال زي ما يحب. الاهم من كده يعني طبعا برضو في حسين الشحات عمل بيان على صفحته اعتذر فيه عما بدر منه، واتمنى ان يعني
الان فصاعدا بقى يبقى في يعني قوه اكثر من اتحاد الكوره من لجانه، ونبتعد بقى عن اخطاء كتير وقعنا فيها في الفترات الاخيره. صحيح. كابتن طارق رضوان الاعلامي والمحلل الرياضي كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين دلوقتي نطلع فاصل، وبعد الفاصل خليكم معنا. برحب بحضراتكم من جديد، وناخد مع بعض الخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده بيخص درجات الحراره، واحنا شايفين الوقت اللي احنا فيه درجه الحراره شديده جدا، وبصراحه احنا بنمر باسبوع صعب جدا. تضرب المنطقة العربية حاليا موجة حارة تعرف باسم القبة الحرارية التي تمر بثمان دول عربية، من بينهم مصر، وأيضا ظاهرة النينو أو النانو المناخية. عشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق. صباح الخير يا فندم، منورنا. صباح الخير يا استاذ مايكل، صباح الخير يا استاذه ميرينا، صباح الخير عليكم وعلى الساده المشاهدين. صباح النور يا دكتور، دايما منورنا في صباح مين. صباحكم فل. يمكن يا فندم الفترة دي احنا بنمر ببعض الأجواء الصعبة ودرجات الحرارة شديدة جدا، وبنسمع بعض المسميات ظاهرة النينو والقبة الحرارية، وتقريبا في 8 دول هتمر بيهم أزمة صعبة في درجات الحرارة، من بينهم مصر والسعودية والعراق وأربع بلاد دول الشام. عايزين نعرف حضرتك ظاهرة ايه القبة الحرارية دي، المسمى غريب. لا هو يعني هي تسمية للمرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، امتداده أدى إلى حبس الحرارة داخل الأرض، فأدى إلى ارتفاع درجة حرارة هذه الدول. وزي ما بقول دي ظاهرة طبيعية، والنينو أيضا ظاهرة طبيعية. إذا برجع للي كنت قلته قبل كده، وهي إن الغضب الطبيعة من الإنسان، لأن الإنسان زي ما أنا قلت حارب الطبيعة، فالطبيعة حاربته بالظواهر الجوية اللي لا يستطيع أي أحد أن يقف أمامها، فكانت هذه القبة الحرارية. طب يا دكتور، هو إيه سبب وجود القبة الحرارية دي؟ زي ما قلت الحرارة هو امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى حبس الحرارة في الغلاف الجوي لهذه الدول، اللي بيؤدي بالتالي إلى ارتفاع درجات الحرارة. صحيح دكتور، ولكن الأمم المتحدة بتحذر أن الأسبوع ده درجة الحرارة ممكن توصل لخمسين درجة مئوية في بعض البلدان مقارنة ب2016. هو عموما المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتحذر أن هذا الشهر هيكون هيسجل أعلى درجات حرارة على مستوى العالم كله، مش الدول دي بس. سببه طبعا الأساسي هي ظاهرة النينو. الظاهرة دي كانت ظهرت في 2016، قعدت لمدة خمس سنوات حتى وصلت إلى 2016، ثم جت ظاهرة العكسية وهي اللانينا. كانت هذه الظاهرة بتخفف الحرارة شوية، لكن بدأت النينو تيجي مرة أخرى تقعد لمدة خمس سنوات، يعني من 2023 وحتى نهاية 2027 هيكون أعلى درجات حرارة هنشوفها في الخمس سنوات دول. وبل كمان أيضا خلينا أقول لك إن في الخمسة دول في منهم سنة هي لم تحدد بعد هتكون أعلى درجات حرارة في هذا العام. طب يا دكتور، هي مصر تعرضت قبل كده لظاهرة القبة الحرارية دي، وكمان عايزين نعرف أضرارها في الوقت ده إيه؟ لا هي عموما هي يمكن أول مرة تحدث ظاهرة القبة الحرارية دي، أن يكون في امتداد لمرتفع الجو في طبقات الجو العليا. وطبعا هي يعني أثرها أنها بيبقى في ارتفاع في درجات الحرارة غير مسبوق على هذه الدول. طبعا ارتفاع الحرارة له تأثير كبير سواء على الإنسان أو الحيوان أو حتى على النبات، وخاصة خليني أقول لك أنه بيبقى ليه تأثير كبير على الزراعات. دكتور، يعني أنا شايف أن الظواهر دلوقتي بدأت كمان تكون عنيفة في درجات الحرارة، ما فيش أي ظواهر عكسية تكون يعني تيجي الفترة اللي جاية تلطف الجو شوية، أو نخش في الشتاء على طول بقى دكتور ونرتاح؟ شوف بس حضرتك، زي ما انا قلت لحضرتك، هو الانسان بدا يحارب الطبيعه باستخدامه المفرط لغازات الاحتباس الحراري، البترول ومشتقاته والفحم ومشتقاته، و
وايضا القضاء على المساحات الخضراء سواء بحرق الغابات او بالقضاء على المساحات الخضراء ايا كان طريقه القضاء عليها. فده كان محاربه للطبيعه. فادى طبعا لوجود غازات الاحتباس الحراري اللي عملت قبه من غازات الاحتباس الحراري اللي رفعت درجه حراره الارض. ده كده عمل الانسان. طب الطبيعه ايضا راحت ظاهرتين جداد وهي ظاهره النينو ومعاها كمان القبه الحراريه. فتخيل انت بقى يعني ثلاث ظواهر، واحده من فعل الانسان واثنين من الطبيعه. شوف درجة الحرارة هتبقى شكلها ايه، شوف النهاردة اوروبا نفسها اسبانيا وصلت فيها الحرارة لفوق 45، ايطاليا وصلت فيها لاكثر من 47، ودي هذه الدول ما كانتش بتشهد هذه الدرجات نهائيا. ايضا في امريكا درجات الحرارة في بعض الولايات بدأت تزيد عن ال 45، كل ده بغضب الطبيعة لمحاربة الانسان دي. يعني يا دكتور ناخد من كلام حضرتك الإنسان هو في الأول وفي الآخر اللي صنع ده، وفي الإنسان برضه في إيده يقدر يغير من قلة استخدام الوقود الأحفوري، أو الدول العظمى تبتدي تفكر في حلول بديلة مثل الطاقة النظيفة. ونتمنى أن طبعا يكون العالم في سلام، نحن نعيش في عالم واحد نحو عالم أكثر اغترارا. بشكر الدكتور أحمد عبد العاير رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقا. مشاهدينا الكرام، احنا كده خلصنا فقرتنا الإخبارية، هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا.